طب طب السؤال تاني معلش اخر سؤال، ان هو اللهم صل على النبي واحده مخطوبه مقري فتحتها وهي منقبه، هل يجوز ان هي تقعد قدام خطيبها من غير النقاب لوحديهم؟ لا يجوز، مخطوبه لا يجوز الخلوه لا تجوز الخلوه بالمخطوبه. حتى لو في المحارم؟ لا، الاول لا تجوز الخلوه باي امراه مخطوبه او غير مخطوبه، اما المعقود عليها فلذلك ضوابط ذكرت. اما في حضور المحارم اذا راها لخطوبتها حتى تتمم الخطوبه فهذا امر مشروع. اما تكرار الذهاب والرؤيا مع المراه الاجنبيه المخطوبه فان هذا يولد فسادا والله لا يحب الفساد، فبقدر الحاجه ترى والله اعلم.